هذا الرجل العظيم آخر ما تبقى من العظماء وآخر ما تبقى من الشرفاء في زماننا يلاحق من دولة إلى دولة ويلاحقه الإنتربول يريد أن يعتقله بعدما طرد من وطنه بعدما طرده الهندوس من وطنهم. هذا الرجل الصنديد داكر نايك، أقول أين أنتم من نصرة الشيخ؟ أقول للدول العربية وأقول للدول الإسلامية، أين أنتم من نصرة الشيخ داكر نايك الذي ما زال حتى اليوم لم يجد دولة إسلامية واحدة تستضيفه؟ أم أن الدول العربية والدول الإسلامية تفتح مطاراتها للعاهرات وتفتح مطاراتها للراقصات وتفتح مطاراتها للفنانين والفنانات وتصنع لهم المهرجانات ويهدى إليهم الجنسيات؟ أما هذا الرجل الذي يحاربه الهندوس ويحاربه النصارى ويحاربه اليهود لم يجد دولة إسلامية واحدة تستضيفه، أين المسلمون؟ أين الدول العربية؟ أم أننا لم نعد نهتم إلا للراقصات وللعاهرات؟ أقول أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد يحتضن الدكتور داكر نايك؟ أم أن هذا الزمان عجيب؟ أقول يا داكر نايك حسبك الله، يا داكر نايك حسبك الله، ابقى على ما أنت فيه، ابقى على ما أنت فيه. إذا كانت تهمتك إرهاب فنحن معك إرهابيون، إذا كانت تهمتك الإرهاب فنحن معك إرهابيون. وأي تهمة هذه؟ أي تهمة هذه؟ دين الإسلام إرهاب؟ الحث على الدين ودعوة الناس إلى دين الإسلام إرهاب؟ أي تهمة هذه؟ يا داكر نايك، يا داكر نايك ذكرهم أن الإسلام باق رغم أنوفهم، يا داكر نايك بلغهم أن الإسلام باق رغم أنوفهم. وأقول لك أيها الصنديد، أيها الجبل، ابقى شامخا رغم الرياح، ابقى شامخا رغم العواصف،